بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم في صحيحه: باب فضائل القرآن وما يتعلق به. باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا، وجواز القرآن وجواز قول أنسيتها. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وعنه به قال: وحدثنا ابن نمير ولحدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وعنه به قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى وهو القطان ها، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولحدثنا أبو خالد الأحمر ها، وحدثنا ابن نمير ولحدثني حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله ها، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب ها، وحدثنا كتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن الحداد يعني ابن عبد الرحمن ها، وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا أنس يعني ابن عياض جميعا عن موسى بن عقبة، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث مالك. وزاد في حديث موسى بن عقبة: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، إذا لم يقم به نسي. وعنه به قال: وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيتا وكيتا، بل هو نسي، استذكروا القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. وعنه به قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا وعنه به قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي وأبو لا وعنه به قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي وأبو معاوية حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: تعاهدت هذه المصاحف، وربما قال القرآن فلا هو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وعنه به قال: حدثني محمد بن حاتم قال وعنه به قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر
قال أخبرني ابن جريج حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق ابن سلمة قال سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيا. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بل فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولفظ الحديث لابن براد. قال الإمام مسلم في صحيح باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وعنه به قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وعنه به قال وحدثني حرملة بن وحي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال ما كان قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. وعنه به قال حدثني بشر بن المفضل قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال حدثنا يزيد وهو ابن الهادي. فين بشر بن الحكم؟ حدثني بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال حدثنا يزيد وهو ابن الهادي عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وعنه به قال وحدثني ابن أخي ابن وهب ابن أخي ابن وهب قال حدثني بل قال حدثنا عمي عبد الوهاب ابن وهب عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله سواء. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وعنه به قال وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وعنه به قال كأذنه مش كأذنه كأذنه ما أذن كإذنه بقى ما أذن الله لشيء كإذنه. طب شوف لنا بقى كده المسلم كأذنه قال الإمام النووي قوله كأذنه هو بفتح الحمزة والذال أذنه أذى مصدر وهو مصدر آذن يأذن أذن كأذنه لا كأذنه ده مصدر ما هو احنا عندنا بيقول لك ايه أذن كأذنه أذن يأذن أذنا مش إذنا
طب شوف معناها ايه عندك كده، دي من باب ايه؟ وايه فيها ايه تاني؟ كفرح يفرح فرحا، اذن ياذن اذنا. انت بقى عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول اذن. طب شوف لنا كده في القاموس، هات كده المعجم البسيط. كأذني، ابحث كده. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل حديث يحيى ابن أبي كثير، غير أن أبا غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. قال عندك إذا بطأ إيه عندك؟ لعلها اسم مصدر بقى. طب قول كده كإذنه عندك، ما ده بتكلمش فيها الإمام النووي. طب أنت عندك يا أحمد؟ أذنا الحب والسمع أذنا. أذنا الحب والسمع والسمع كاملة. أذنا خرجت أذنا أذنا. دي مش اللي معانا دي. خرجت أذنته فلانا فصدى أذنا. إيه؟ لا تاني كده ما سمعتش. أذنا الحب والثمام خرج خرجت أو خرج بمعنى خرج. أذنا بمعنى خرج. خرجت يعني الحبة وخرجت ثم خرجت. يبقى أذن هنا بمعنى خرج منه. أذنت أو أذن الحب والثمام يعني خرجت الحبة وخرج الثمام. وفلانا أصاب أذنه. وأذن فلان يعني أصاب أذنه. أذن أذنا أذنا. هذه مصدره أذنا أذنا. كان عظيما كان عظيما الإيه؟ الأذنين. كان عظيما الأذنين. يبقى أذنا أذنا يعني إيه؟ ودانه كبيرة أوي. طويليهما عظيمهما طويليهما. فهو آذن وهي أذنى. بشدات مش معانا مش بتاعتنا. كمل تخطى. جمع أذن. جمع أذن خط. وله وإليه. استماع. أذن إليه وأذن له. اثنين أهو. أذن له. ماشي. وإليه استماع. وأذن إليه. يبقى أذن له وأذن إليه. لرائحة الطعام اشتهاء. يا ابني واحدة بس عشان انت بتقرأ بتاكل الكلام اكل عشان انا عايز افهم. اذن اليه واذن له بعدها ايه؟ ولرائحة الطعام اشتهاء. اشتهاه. يبقى اذن وبه اذنا واذنا وأذانا وأذانة علم. وله فيه إذنا وأذينا. أباحه له. ماشي. يبقى أباح له إيه؟ تاني كده بقى. هات دي المهم. يعني أباح الله لنبيه أن يتغنى بالقرآن. وله سمح له ذلك. سمح له بذلك. وله فيه إذنا وأذينا أباحه له.
إذنا وأذينا أباحه له آه وله على فلان أخذ له منه الإذن فهو آذن بس كده يبقى في مصدرها بقى مصدر من المصادر أذنا وإذنا الاثنين أذنا وإذنا مصدرين أذن بشيء إذنا وأذنا وأذانة أي علم علم يبقى مصدرين طيب يا سيدي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير القحاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود وعنه به قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود من مزامير آل داود وعنه به قال باب ذكري قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية ابن قرة قال سمعت عبد الله ابن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته وعنه به قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة قال سمعت عبد الله ابن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح قال فقرأ ابن مغفل ورجع فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنه به قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد ابن الحارث حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلته يسير وهو يقرأ سورة الفتح باب نزول السكينة لقراءة القرآن وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدن وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن وعنه به قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فقال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن وعنه به قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول فذكر نحوه غير أنهما قال تنقذ. وعنه به قال وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقارب في اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن الهاد يزيد بن الهادي أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن خضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم باب فضيلة حافظ القرآن. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وعنه به قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر. باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرات الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وعنه به قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه.
وعنه به قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني لك؟ قال الله سماك لي. قال فجعل أبي يبكي، فجعل أبي يبكي، قال فجعل أبي يبكي. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا؟ قال وسماني لك؟ قال نعم. قال فبكى. وعنه به قال حدثنا يحيى بن حبيب ابن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بمثله. قال الإمام مسلم في صحيحه باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. وعن قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أحدها بل فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. وعنه به قال وحدثنا عبد الله بن
عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى يعني ابن حسان قال حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وكأنهما في كليهما، ولم يذكر قول معاوية بلغني. وعنه به قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد ابن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو غلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حرفان من طير صواب، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجن حاجة ساعة حلوة بتاع ده حلو جدا. نشرب حاجة سخنة بعد ده، اعمل حاجة سخنة والرواق ان شاء الله بعد كده يجيب للشيخ وجبة. كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، حزقان من طير صواف تحاجان صواف، لا صواف مش صواف، من طير صواف لو قلت صواف يبقى اصلها صوافي، لكن هي لا مش ليس اصلها هكذا، من طير صواف تحجاني عن صاحبين. اسنادكم المتصل الى سيد الامام مسلم الحجاج بن مسلم الشيخ النيسابوري رحمه الله عز وجل، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وسائر مصنفاته وشراحه اللهم امين. قال باب فضل استماع القرآن، بل باب استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. انت عندك استماع ولا فضل استماع؟ باب فضل استماع. فضل استماع. طيب. بإسنادكم إلى سيدنا الإمام المسلم بن الحجاج قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ علي القرآن، قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء حتى إذا بلغت وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي ورفعت رأسي ورأيت دموعه تسيل صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال حدثنا هنان بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد هنان في روايته
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر: اقرأ عليه. وعن أبيه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني مسعر. وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى. قال مسعر: حدثني فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن قريش عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم أو ما كنت فيهم. شق مسعر. وعن أبيه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته ألحد. وعن به قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: كده ثانية واحدة، مين اللي جلده؟ ده علقمة ولا ابن مسعود؟ فقرأت عن مسعود فقال رجل من القوم: والله ما هكذا انزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله. علقمة يعني اللي جلده؟ ابن مسعود. يبقى ابن مسعود اللي جلده. طب شوف لنا كده يا ابن، شوف كده، هات يا احمد، هات يا احمد، بارك الله فيك، عشان انا ايه سريع شويه في النظر يا احمد، والنهارده الوقت ضيق عشان هما مدينا ساعتين بس، لأن أصول الفقه ده الكتاب محتاج ساعة زيادة، لكن هم بخلة معانا، سيبهم هتقعوا تحت إيدي. الله، شفت بقى استشكالي، لأنه اللي جلد ابن مسعود. طب هو ابن مسعود كان والي حتى يجلده؟ لأن الجلد ده إنما يكون للوالي، يعني لمن له سلطة. ما هو هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود لكونه نائبا للإمام عموما، أو نائبا في إقامة الحدود، أو في تلك الناحية، كل ده احتمالات، أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك، يعني قال للخليفة أو قال للنائب أو قال للحاكم أو أمير المدينة: سيبني بقى أننا إيه، أنا لا أقيم الحد عليه، اتغاظ منه، عشان كان يعني بيتكلم في أحاديث سيدنا النبي، ففوضه إليه. ويحتمل ويحمل أيضا على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر، وإلا فلا يجب إقامة الحد بمجرد رحيل لاحتمال النسيان. ده رد آخر. يبقى عندنا هنا شبهتين: الشبهة الأولى لماذا أقام الحد وهو غير مقطوع بأنه كان له ولاية إقامة الحد؟ رقم اثنين، هو بيقول ده أنا شمتها، فهو أقام الحد بمجرد القرينة، وهذا لا يكفي، بل لابد من أن يكون هناك شهود أو أن يقر، فأجاب عن هذه أيضا. وتكذب بالكتاب معناه تنكر بعضه جاهلا، مش تكذب بالكتاب معناه أنه هو يفعل ذلك
يعني معاندة لله ورسوله، وليس المراد التكذيب الحقيقي، لأنه لو كذب حقيقيا ما كانش أقام عليه الحد، كان قتل كفرا لا حدا. وأجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعا عليه في القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين. حتة حلو، يلا فائدة، خد يا ابن. قال وعنه به قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية، فقال لي أحسنت. باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة بإسنادكم المتصل إلى سيدنا الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم الكشيري النيسابوري رحمه الله عز وجل، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. قال حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. وعنه به قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود رضي الله عنه عند البيت فقلت حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة، فقال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. وعنه به قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد. وعنه به قال حدثنا منجاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن القمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال وحدثني علي بن قشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. وعنه به قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف كما قال هشام. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. قال الإمام مسلم في صحيح باب فضل قراءة قل هو الله أحد. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن. وعنه به قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وعنه به قال: وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن أبي حاء قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احشدوا فإني سأسافر عليكم سأقرأ سفري فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خير جاءه من السماء إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وعنه به قال: وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير أبي إسماعيل عن حازم عن أبي هريرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن. فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. وعنه به قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قال حدثنا عمي عبد الله ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدثه
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا عن سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أن الله يحبه. والله تعالى أعلى وأعلم.